بداية أنا أحمد جودة، طالب سنة رابعة في جامعة زويل، قسم هندسة طاقة متجددة. قبل ما ابتدي كلامي معاكم، اللي قال إيه على القسم؟ أنا هعرفه القسم دلوقتي كويس قوي، يعني خلينا بس مع بعض واحدة واحدة. مبدئيا، حد فاكر الصورة دي من إيه بالظبط؟ ده محمد صلاح في مؤتمر لبنك معين، وكان طالع وكان ترند الفترة اللي فاتت. حد هنا مش عارف هو كان بيتكلم على ايه بالظبط؟ طيب، محمد صلاح طلع واتكلم وقال والله الفرق ما بين عقليه الناس بره او عقليتي انا وما بين باقي الناس اللي موجودين معايا، ان السكولز عندنا هنا في مصر ما بتطورش المينتاليتي بتاعتنا. جميل؟ هنا حد متفق معاه؟ جميل. حد مش متفق؟ طبعا منتاليتي اللاعب ومنتاليتي بني ادم، بعيدا ان احنا خرجنا امبارح بفضيحه، بس هي دي فعلا حقيقه، ان مدارس بره هي بتوصل ان هي بتديفلوب المنتاليتي بتاعتك مش مجرد معلومات. وده كان السبب ان دكتور احمد زويل نزل مصر عشان يكون الكيان ده. طب هل الكيان اللي انا جاي اتكلم عليه هو كيان الجامعه بس؟ لا، دكتور احمد زويل نزل عشان يعمل كيان السكول واليونيفرسيتي اللي تطور المنتاليتي بتاعتنا. طيب، ده هيكل المدينه، لو ممكن بس النور يوطى شويه يبقى الدنيا تمام. خلينا نبدا من النص اللي انا جاي اتكلم عليه النهارده، وهو جامعه العلوم والتكنولوجيا. جامعه العلوم والتكنولوجيا هي سنتر المدينه اللي بتتفرع منها كل حته للمدينه. طيب كل حته زي ايه؟ عندنا مبدئيا الريسيرش سنتر. يعني انت طالب في جامعه زويل، انت عندك كليه علوم وعندك كليه هندسه. هل الريسيرش مقتصر بس على كليه علوم؟ لا، الريسيرش على كليه علوم وعلى كليه هندسه، بجانب ان احنا مش بنستنى لحد ما انت تتخرج عشان تقدر ان انت تدخل الريسيرش سنتر دي وتعمل الابحاث بتاعتك. لا، انت من وانت طالب بتبتدي تشتغل في ابحاث، تبتدي تشتغل مع دكاتره بيعملوا ابحاث واوراق علميه كبيره وهينشروها، انت بتبقى جزء منها. ليه؟ عشان لما تطلع تبقى المينتاليتي بتاعتك زي المينتاليتي بتاعت الناس اللي موجوده بره، فتقدر ان انت تعمل ابحاث علميه على نفس المستوى بتاعت اي بلد تاني. الجزء الثاني اللي هو موجود كده على الشمال هو السنتر فور ستراتيجيك ستادز. بمعنى ده مش شغلنا قوي، بس ده موجود عشان والله اقول ان الاحتياجات في مصر دلوقتي، انا محتاج مثلا ان انا اغير مصادر الكهرباء عندي. انا عندي ازمه في الكهرباء. مصر مش بتعتمد بشكل كبير، هي بتعتمد دلوقتي بس مش بشكل كبير، على الطاقه النظيفه. احنا محتاجين نشتغل اكتر على الطاقه النظيفه، فيطلع لي بحث، يطلع لي ارقام، وايه الاماكن اللي موجوده عندنا اللي نقدر نشتغل عليها عشان اقدر اطبق ده. بيبتدي السنتر ده في كل مجال يقول له احتياجات البني ادم المصري واحتياجات الدوله المصريه عشان انا كطالب او انا كباحث اقدر ان انا البيها. الجزء اللي موجود على اليمين هو الاكاديمي او السكول. دي لسه ما بداتش، بس هي المفروض في خلال 3 أو 4 سنين ان هي هتبتدي، ودي فعلا بتاخد الطلبه من ابتدائي، والمفروض ان هم بتطلعهم لحد ثانوي ان هم بيشتغلوا بنفس السيستم اللي يطلع منتاليتي كويسه، نفس المنتاليتي اللي موجوده بره. على الاساس ده ان انت هيكون عندك بيزك علميه صحيحه وفي نفس الوقت بيزك ادبيه. يعني مينلي انا كلامي النهارده مش مقتصر قوي على طلبه علمي اللي هيدخلوا الجامعه، لا، انت كطالب ادبي انت تقدر ان انت تكون موجود معانا بس بشغل تاني بره عن الدراسه. اخر جزء هو تكنولوجي بيراميد. التكنولوجي بيراميد ده معتمد على ايه؟ هو مينلي لطلبه هندسه. انا دلوقتي باخد عندي مشروع وطلعت بروتوتايب ليه او مجسم صغير للمشروع ده، المفروض ان انا هبتدي اطبقه، المفروض ان انا هبتدي اصنعه. طب هل انا هروح للشركات على طول واديهم الجزء اللي انا عملته واقول لهم يلا بينا نشتغل عليه؟ مش هتنفع. في التكنولوجي بيراميد احنا بنعمل ايه؟ احنا بنصنع ده، بنشوف احنا لو صنعناه على السكيل الكبير هل فعلا هيأدي الكفاءه اللي انت قايل عليها ولا لا؟ عشان بعد كده لما اروح لاي شركه او اطلع بيه بره، لما ياخده ينفذه على طول هو ضامن ان هو ما فيهوش اي مشاكل. فكده احنا اتعرفنا على هيكل المدينه. طيب خلينا نتكلم شويه في الكليات واللي انتوا جايين تسمعوا عليه. احنا مبدئيا عندنا كليتين، علوم وهندسه. الاقسام اللي موجوده عندنا في علوم وهندسه هي مش هتلاقوها كتير بره، فخلونا ناخد قسم قسم نفهم القسم ده بيتكلم على ايه وانبسط. علوم مبدئيا عندنا فيزياء الارض والكون، علم النانو، علم المواد، والطب الحيوي. بالنسبه للهندسه عندنا هندسه فضاء وطيران، وبالمناسبه عشان الدفعه دي
حظها كويس، فالقسم ده رجع الجامعه، القسم ده كان قافل بقاله 3 سنين، القسم ده لسه راجع سنه. تاني قسم المعلومات والاتصالات، تالت قسم هو ده القسم بتاعي اللي كان بيقول ايه، قسم الطاقه المتجدده. رابع قسم تكنولوجيا النانو، واخر قسم هو هندسه بيئة. فيزياء الارض والكون، مين هنا كان بيحب فيزياء الثانويه عامه؟ انا متفاجئ بامانه، انا شخصيا ما كنتش بحب فيزياء الثانويه عامه. هي الفيزياء عموما انت كنت بتاخد فيزياء كهربائيه وفيزياء حديثه. انت بتبتدي منين بقى؟ انت بتبتدي من الفيزياء الحديثه وبتبتدي ان انت تعلى عليها شويه. هو الموضوع ببساطه ان انا بدرس كل الظواهر اللي بتحصل على الكوكب بتاعنا واللي بتحصل في الفضاء. بتحصل ازاي؟ بتحصل ليه؟ طب هو الكون ده اصلا جه منين؟ مفيش حد هنا قبل كده سال نفسه هو احنا جينا منين او الكون ده ابتدى ازاي؟ ده جميل. هم بقى بيبتدوا ان هم يدرسوا ويعرفوا هو الكون ده ابتدى ازاي؟ طب هو الكون اخره فين؟ فهو ده اللي بيدرسوه فيزياء الارض والكون. علم النانو. علم النانو هي فكرة كلها ان انا عندي مواد. المواد ليها خصائص. في خصائص على سكيل معين. اللي هو سكيل الموليكيولي. دي ليها خصائص معينة. على خصائص النانو هو جزء من مليون جزء من الموليكيولر ليه خصائص ثانية خالص. بيبقى ليه الوان تانية، ليه صفات تانية، اقدر استخدمه استخدامات تانية خالص. فهو بيبتدي ان هو يدرس كل مادة وايه الخصائص بتاعتها. علم المواد هو اللي بيشتغل على جزء الموليكيولر اللي انا لسه متكلم عليه، ما بيشتغلش على الجزء النانو. الطب الحيوي. الطب الحيوي هو بيدرس حاجتين، بيدرس جزء طبي وبيدرس جزء ليه علاقه بصيدله. يعني انت مثلا من ضمن الحاجات اللي هتدرسها في جزء الطب الحيوي ازاي تعمل دروج، ازاي تعمل دواء، ازاي تطلع دواء. من ضمن المشاريع مثلا اللي شغالين عليها القسم ده ازاي ان انا اقدر اعالج السرطان. ومن المشاريع الكبيره اللي شغالين عليها هو مشروع دكتور مصطفى السيد اللي شغال عليه مع طلبه من الجامعه على فكره ان انا اعالج السرطان بخصائص الذهب في النانو. جميل. نبتدي في هندسه. هندسه طيران وفضاء. هندسه طيران وفضاء مبدئيا انا ببتدي ان انا ادرس هندسه الطيران، ازاي ان انا اعمل طياره، بشتغل على جزء الميكانيكي وجزء الكهرباء، انا بدرس الاثنين مع بعض. وببتدي ان انا ازاي اصمم طياره، ازاي اقدر ان انا اطلع ساتلايت بره، ازاي اقدر ان انا اتواصل مع الساتلايت ده، فهو ليه علاقه بالصواريخ اللي بتطلع في الفضاء، ليه علاقه بالطيران اللي موجود. حتى لو انت تقدر تشتغل في العربيات عادي، لان انت دارس ميكانيكا اللي هم درسنا كامله ان انت تقدر تعمل عربيه وموتور العربيه وما الى ذلك. هندسه اتصالات ومعلومات، اكيد القسم ده انتوا سمعتوا عنه وهو قسم موجود في كل حته. فانت بتدرس جزء اتصالات عادي وبتدرس جزء اكتر بتاع الروبوتكس، وهو القسم ده متميز عندنا في الجامعه على جزء الروبوتكس، ازاي تقدر تعمل روبوت والار او في وكل الكلام ده. فهو مبدئيا بتشتغل كهرباء، يعني الجزء بتاعه اكتر كهرباء وبتشتغل على الاتصالات والمعلومات. الطاقه المتجدده، زي ما قلنا ان احنا عندنا في مصر مش بنشتغل طاقه متجدده كتير، يعني احنا بنطلع الكهرباء بتاعتنا ان احنا بنحرق حاجه، بنحرق فحم، بنحرق بترول، وات ايفر بقى احنا بنحرق ايه. قسم الطاقه المتجدده بيشتغل على لا انا عايز اطلع كهرباء من الشمس. هل الشمس دي بتروح؟ هل الشمس دي هتيجي يوم وتختفي؟ لا. هل الهواء مش موجود على طول؟ هل هو مش موجود على مدار السنه؟ موجود على مدار السنه. انا بشتغل ان انا ازاي اطلع الكهرباء عن طريق الهواء وعن طريق الشمس وعن طريق اي مصدر طبيعي موجود، عن طريق الميه، وات ايفر بقى انتوا عايزين تطلعوا الكهرباء منين. تكنولوجيا النانو. انا كنت بدات ان انا شرحت فكره علوم نانو. علوم نانو ان انا بدرس خصائص الماده في الجزء النانو بتاعها. هندسه النانو بتاخد الخصائص دي وتبتدي ان هي تطبقها. يعني مثلا كلنا هنا معانا موبايلات. اي موبايل معاك دلوقتي في ايدك جزء مهندس النانو اشتغل فيه، اشتغل على التشابس الصغيره الكهربائيه اللي موجوده جوه. فانت بتاخد خصائص الماده دي وتعرف ازاي توظفها في اللي السوق محتاجه. هندسه البيئه. هندسه البيئه بيشتغل اكتر على فكره معالجه التربه، بيشتغل على جزء تاني مثلا ازاي ابني مبنى كامل صديق للبيئه، ازاي ابني مبنى كامل يكون مكيف طبيعي، مش محتاج ان انا ادخل عليه تكييفات او ادخل عليه كهرباء. فهو بيشتغل على جزئين، بيشتغل على الاجزاء معالجه التربه او المعالجه البيئيه عن طريق ابلكيشن هندسيه، او بيشتغل اكتر على فكره ان انا ازاي ابني مبنى صديق للبيئه. الحياه الطلابيه، زي ما اتكلم صلاح
ان غالبا انتوا فكرتكم عن زويل اللي هو طالب جايب 98% 99% بعيدا ان انا جايب 98% طالب جايب 98% دحيح لابس نظاره داخل الجامعه وخلاص هي انتهت. بس الواقع لا، الواقع انت مش لازم تكون دحيح ومش لازم تكون ان انت حافظ كل اللي موجود في المنهج عشان تبقى موجود في زويل. انت محتاج تكون فاهم اللي موجود في المنهج. انت تقدر تكون بني ادم طبيعي جدا من اي حد قاعد قدامي، وكل سنه يعني انا دي ثالث سنه بعرض فيها هنا، كل سنه لازم بقابل ناس كانت موجوده في المؤتمر وموجوده معانا في الجامعه. فهي فكره كلها ان انت مش لازم تكون دحيح او حاطط الفكره دي في دماغك عشان حتى تقدم. دي صور كده بسيطه على المعامل اللي موجوده عندنا، لان الفكره الحاجات المتميزه فيها الجامعه ان فيها معامل مش موجوده في اي جامعه حكوميه، وفي معامل معينه مش موجوده في الشرق الاوسط كله. فدي من ضمن الحاجات اللي الناس حابه العلم فيها، ان انت هتلاقي معامل وهتشتغل فيها بايدك من اول سنه انت فعلا مش هتلاقيها في اي مكان تاني. دي بالنسبه للاكتيفيتيز بتاعتنا، سواء انت بتحب الرياضه اي رياضه هتقدر ان انت تمارسها عندنا في الجامعه، سواء ان انت شخص رياضي وجيم ولياقه بدنيه وبتاع هتلاقي الجيم موجود. انت بقى بتحب ان انت تطلع مؤتمرات، بتحب ان انت تطلع انترنشيبس بره، الجامعه بتساعدك على ده. في حاجه للي حابب يتعرف على الجامعه اكتر، في حاجه بتحصل في شهر 8 وده كان دكتور زويل طالبها مننا. دكتور زويل قال لنا ان مش كل الناس مهتمه بالعلم، بس كل الناس لازم تكون عارفه حاجه عن العلم. فدكتور زويل كان طلب مننا ان احنا نعمل حاجه اسمها احتفاليه العلوم في زويل كل سنه. فاللي حابب يعرف عن ده اكتر واللي حابب ان هو يشوف، حتى لو انت مش مهتم بالعلم، فالمؤتمر ده بيحصل، هو مش مؤتمر، هي فعاليه بتحصل شهر 8. ده جزء من الديكوريشنز وده كان طلب عن دكتور زويل، وفعلا انا بحب ان انا اطلع اتكلم عن ده، لان فكره كلام دكتور زويل اللي وصلها لنا ان احنا نوصلها للناس، فاحنا بنعتبرها امانه في ايدينا. عشان تقدر تقدم عشان ننجز وقتنا، اول حاجه السنه اللي فاتت كان ان انت تكون جايب 90% مينيمم 90% سواء علم علوم او سواء علم رياضه. وبالمناسبه انت علم علوم او علم رياضه تقدر تختار ان انت تدخل هندسه او تدخل الاقسام العلميه. فايوه انت لو علم علوم تقدر ان انت تكون هندسه وتشتغل في اي قسم من اقسام هندسه. ليه؟ لان انت لما بتختار ده ففي السنه التاسيسيه الاولانيه انت بتاخد كل الرياضه اللي انت محتاجها عشان تقدر ان انت تدرس هندسه. تاني حاجه بتقدم اوراقك، انت بتدخل على الويب سايت اللي موجود تحت دوت، هتلاقي التقديم، هتعمل سكان للورق المطلوب منك، هو بتبقى ورقه شهاده ثانويه عامه لما تطلع ان شاء الله، وبيكون مطلوب منك ورق ليه علاقه بالعيله، بيان كده عائلي وشويه طلبات كده صغيره مش كتير، هتقدم الورقه تعملها سكان وترفعها على الموقع. بعد كده بتملى استماره، بعد ما يتاكدوا ان الورق تمام بتملى استماره، الاستماره بسيطه ما فيهاش اسئله كتير. بعد لو عديت مرحله الاستماره تدخل بقى مرحله الاختبارات. هل ان انت جبت 90% فخلاص يلا بينا اتقابلنا في الجامعه؟ لا، اللي هيتقبل من الدفعه اللي موجوده قدامي دي 300 واحد بس على مستوى مصر. طيب انا ازاي ابقى من ال 300؟ هو الموضوع بسيط، انت بتدخل اختبارات في جميع المواد العلميه اللي انت خدتها. يعني علم علوم مش هيمتحنون في رياضه، ولا رياضه هيمتحنون في علوم وفي احياء وهكذا. بس هي فكره كلها ان انت بتدخل اختبارات يشوفك هل انت كطالب فاهم اللي انت بتتكلم عليه ولا مش فاهم، مجرد حفظت ودخلت حطيت في الورقه، او هبت زي ما احنا كنا بنقول قبل كده في كاس سكتش، او هبت في الورقه ودخلت انا خلاص جبت مجموعه يلا بينا 98 ودخلت بقى هندسه او طب وبتاع وشاب ريوش جدا وخلاص طلعت دكتور. بس هل انت دكتور فاهم؟ لا. ففكره كلها ان هو لازم يكون متاكد ان انت شخص فاهم الماده العلميه اللي تكون موجوده عندك عشان تقدر تكون موجود في الجامعه. حاجه تانية، ان انت تذاكر للماده دي مش حاجه صعبه. انا بالنسبه لي ما خدش الموضوع مني اكتر من ساعتين، وانا اصلا كنت مسافر ما كنتش مركز. هو مجرد انت بتراجع المعلومات اللي عندك، مش بتحفظ قوانين، لان القوانين بتكون موجوده قدامك في ورقه، انت اللي مطلوب منك تفهم القوانين دي بس بتعمل بيها ايه، انما باقي القوانين هي موجوده قدامك في ورقه بتدخل تحل بيها الامتحان. جميل، عديت مرحله الاختبارات الحمد لله، تدخل مقابله شخصيه، عديت مقابله شخصيه فخلاص انت مبروك انت اتقبلت في الجامعه. طيب انا اتقبلت في الجامعه هدفع كام بقى؟ مبدئيا خليني اقول لكم ايه التكلفه الكامله للجامعه. التكلفه الكامله للجامعه عشان انت كطالب احنا بنكلفها لك 150,000 جنيه. ايوه ارجعوا كلنا كلكم لورا كده. ايوه تمام، هل انتوا بتدفعوا 150,000 جنيه؟ في ناس بتدفع عادي، انتوا مش هتدفعوا 150,000 جنيه. انت لو اتقبلت في الجامعه فدي رول من رولز الجامعه، بيبتدوا يطلبوا منك اوراق تثبت الحاله الماديه لاولياء امورك والحاله الماديه اللي موجوده عندك في البيت، وعلى اساس ده بيحددوا لك منحه. يعني مثلا انا شخص
اهلي مش قادرين ان هم يدفعوا، واهلي غلابه على قد حالهم، وابويا مثلا عاطل، وانا قدمت اوراق تثبت ده، هل هيقولوا لي لا معلش يا باشا ادفع 150000 جنيه؟ مش هيحصل، بيقول لك خلاص انت شخص مجتهد، انت شخص شاطر، خد المنحه كامله بتاعتك. انت شخص مثلا خريج اي جي او خريج امريكان وباباك شغال، وتقدر ان انت تدفع مثلا ليتس سي 60% من المصاريف، فهم بيحددوا ده وانت بتدفع 60%. فالفكره كلها ان مفيش اي طالب بيتقبل في الجامعه هيترفض او مش هيكمل في الجامعه بناء على اي عائق مادي. فكل الناس اللي رجعت ورا في ال 150000 جنيه، فيا جماعه تقلقوش، انتوا مش هتدفعوا 150000 جنيه. اخيرا فرص العمل اللي موجوده قدامك، انا بصنفهم على اربع حاجات. اول حاجه المجال البحثي، وده اكتر لطلبه علوم او طلبه فيزياء. كان في حد بيسالني قبل ما اطلع على موضوع انا هطلع من فيزياء اشتغل ايه، فمبدئيا المجال البحثي ان انت تقدر تبقى ريسيرشر، حتى لو مش عايز تبقى ريسيرشر بره انت تقدر تبقى ريسيرشر جوه الجامعه، والجامعه بتقدم لك الفرص دي، فدي حاجه كويسه الجامعه بتساعد بيها الطلبه بتاعتها. تاني جزء هو المجال الاكاديمي، ان انت تبقى دكتور، تقدر ان انت واحده واحده تمشي في الماجستير بتاعك والدكتوراه بتاعتك لحد ما تبقى دكتور موجود جوه الجامعه، لان دايما الجامعه عندنا مهتمه بحاجه ان هي بتحافظ على الكوادر بتاعتها، مش بتطلع الكوادر بتاعتها، بتطلعهم يدرسوا مثلا بره عشان في حاجات مش موجوده عندنا، بس بعد كده بتجيبهم تاني، فتقدر ان انت تشتغل في المجال الاكاديمي. تالت حاجه الصناعه والشركات، زي ما اتكلمنا على هندسه نانو ان هم بيشتغلوا على الموبايلات اللي موجوده في ايديكوا، هندسه طيران وفضاء واللي بيعملوه، هندسه بيئه وهندسه طاقه متجدده، فكل دول يقدروا ان هم يشتغلوا في الشركات. وبالمناسبه يمكن انا شغال حاليا في الجامعه مع دراستي، ففي كل سنه بنعمل حاجه اسمها كارير فير. كارير فير ده انا بجيب شركات لكل الاقسام اللي موجوده عندي، بخليهم للطلبه بتوعي. خش الطلبه، انا محتاج مهندس نانو، محتاج خمس مهندسين، باخد خمس مهندسين من عندي في الجامعه، محتاج ناس مهندسه في الطاقه المتجدده، شركه طاقه متجدده جديده، باخدهم من عندي. ففعلا شركات كتير موجوده في مصر، مش هقول لكم بره مصر، مش هقول لكم لا لازم نسافر والدنيا بايظه هنا، لا، في شركات فعلا موجوده في مصر كتير بتدور على كوادر زي دي. فاللي اخد فكره ان هو مش هيشتغل لو دخل جامعه زويل او الاقسام مش معروفه، فلا هو انت هتشتغل. وضع المدينة الحالي، عشان برضو ده كان كذا سؤال بيتسأل، وانا حبيت ان انا اجمع كل الاسئلة قبل ما اطلع. طيب انتوا كنتوا موجودين جنب جامعة النيل، بعد كده مشيتوا، انتوا موجودين فين دلوقتي؟ احنا موجودين في اكتوبر، موجودين على طريق الواحات عند حدائق اكتوبر، دي الماب بتاعتنا، الجزء المدور دي الجامعة كلها، دي صور حية من جوه الجامعة بتاعتنا، دي بوابة الجامعة، ده مبنى من مباني الجامعة اللي خلصانة دلوقتي، هو مبنى اساسي بس لسه ما خلصش، وهو خلاص قرب يخلص، فهي الجامعه اوريدي موجوده وتقدر ان انت تدرس فيها، وعادي احنا شغالين فيها بقى لنا سنه ونص. اخيرا انا فعلا ببقى فخور كل سنه ان انا موجود مع ناس زي دي، موجود مع ناس ان هي مهتمه بمستقبلها وحابه ان هي تعرف انا هختار ايه وهختار اللي بحبه. فالفكره ان كل سنه فعلا انا بقابل عندي في الجامعه ناس كانوا موجودين في المؤتمر، واغلب الاسكندرانيه اللي بيتقابلوا عندنا في الجامعه بيكونوا موجودين من المؤتمر، ففعلا انا مبسوط ان انا قاعد وبتكلم مع ناس زيكم، فشكرا جدا ليكم، واتمنى ان انتوا تختاروا اللي بتحبوه فعلا وتنجحوا في المستقبل.